ما بتحس انه صاحبك اللي معاه دراجة مهووس بدراجته؟ ما بتستغرب بهذا التعلق الغريب والعلاقة الغرامية بينه وبين دراجته؟ حاب تعرف السبب؟ خليك معنا. معكم المهندس صائب طعيم من مصنع الدراجات، واليوم بدي احكي لكم عن قصة الغرام بيننا وبين الدراجة. تعلقنا بالدراجة مش للقوة ولا للسرعة ولا للتسارع ولا للأدرينالين ولا للمخاطرة، لا لا لا، الموضوع ابسط من هيك. وانت على الدراجة شعورك مختلف، شعورك بالحرية، وحريتك مش من اي شيء، حريتك من حالك، من افكارك. وانت على الدراجة مخك ما بفكر، وانت على الدراجة مخك صافي، بتسوق بهدوء، بتسوق برواقة، مشاكل الدنيا ما بتركب معك على الكرسي، مشاكل الدنيا برا الدراجة. وانت سايق على الدراجة ايدك باليمين بتحركها، ايدك الشمال بتحركها، رجلك اليمين بتحركها، رجلك الشمال بتحركها، جسمك بتطلع برا الدراجة وانت فايت الكوربة وعم بتلف السيرنج زي اللي بيعزف على آلة موسيقية. شعور من عالم ثاني. صوت الدراجة موسيقى، الغيار في وقته موسيقى، زمور اللي وراك موسيقى، متعتك على الدراجة، حريتك على الدراجة، بتنسيك همومك وبتنسيك أي إشي بالدنيا. أنت أعلى من أي إشي تاني، فيش إشي ما بتقدر تعمله، وبتقدر توصل لأي محل بدك إياه، وبتقدر تفوت على موقعنا الإلكتروني وتشوف دراجاتنا. شكراً لك.